يقول في سؤاله الآخر: هل يصح أن تتزوج امرأة من رجل وقد دفع نصف المهر لها قبل الزواج ويريد بعد الزواج دفع الباقي بالتقسيط؟ لا بأس، المهر أمره واسع، إن شاء دفعه دفعة واحدة قبل العقد أو بعد العقد، وسواء دفعه جملة أو دفعه مقسطا لا حرج في ذلك، على حسب ما يصطلحان عليه. نعم.